السلام عليكم، كي راكم دايرين البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير البنات. الفيديو تاعي تاع اليوم كما العاده معنا كهات نهال، الكتف محمر او الطابق محمر على طريقتي. تبعوا معايا لا فيديو وتبعوا معايا طريقه التحضير، ان شاء الله تكون عند حسن ظنكم. هنايا البنات نبداو مع المقادير. هنايا كما قلت لكم ها هو الطابق تاعي ولا الكتف. هنايا لي زيبيس، هنايا حبه بصل كبيره. هنا بالنسبه لي زيبيس البنات ها هما. هنايا عندي شويه فلفل كحل او فلفل اسود، شويه ثوم، شويه خرقوم، شويه زعفران، الملح، كمون، وشويه زعفران وخرقوم. هنايا البنات غادي نخلطهم مع البصله، غادي نديرهم كيما نقولوا نمارينيهم مع بعض لا ماريناد هذه. هنايا البنات اللي عندها لا موطارد دير معاهم لا موطارد، اللي ما عندهاش لا موطارد دير واحد ياغورت ناتور، واللي ما عندهاش معليش تكتفي غير بهذا القوام. هنايا غادي نبدا ديريكت البنات نحطهم هنايا في البلاغ نتاعي اللي باغي نحط فيه الكتف نتاعي. غير واش البنات هنايا البلا هذا يرفده لي، وهذا خاصني نزيد نقلع عليه شويه. هذه ما عندي ما ندير بيها، غادي نزيد نقلع هنايا شويه بالمقده باش يدخل لي في البلا هذا. جو بريفير نديرها في هذا خير من تاع الحديد. تبعوا معايا البنات، نزيد ندير البصله حوالي زوج حبات صغار ولا حبه كبيره، وندير الزيت. كما قلت لكم البنات اللي عندها لا موطارد سيد سيدي لا موطارد. انا البصله نبغيها في المحمر باش تطلق هذاك الماء تاعها يجي بزاف بنين. نبعد لكم شويه باش تشوفوا مليح. ها هو غادي درك انا كيما قلت لكم نقلع هذا العظم هذا التالي، ولا نحاول ندخل هذوك لي زيبيس كاع نتاوعي ندخلهم هنايا بين هاد الحشوات. ها هي هنايا كيما قلت لكم التتبيله تاعي ديالها هكا. اللي عندها الثوم حب ثاني دير له الثوم حب. هنا يدخليه مليح باش يجي بنين. هنا الا بغيتي ديريه العشاء وجديه الصباح، ولا بغيتي ديريه الفطور وجديه في الليل لافاي. هنا يدخليه نزيد نقلبها شويه. هنا نحلها شويه بالخبز. نجيب بنات راه يبكي. وانا اللي لاهيه مع العشاء كيما راكم تشوفوا البنات. نعاود نقلبه ونحطه نيشان في البلا اللي قلت لكم. انا جو بريفير كيما قلت لكم نديرها في هذا البلا تاع الزاج باش يجيني باش هذاك البويون تاعها يقعد فيه خير من تاع الحديد. هاي هنا كيما راكم تشوفوا غادي نغطيه بالبابي سيلوفان ونخليه ماكسيموم 6 سوايع. ماكسيموم 6 سوايع، ماكسيموم ليله كيما قلت لكم. واللي كيما نقولوا مقلقه، اللي كيما مقلقه تقدر ديره واحد جوج سوايع ولا ثلاثه قبل، ومن بعد تدخله للفور ديريكت. الفور كيما قلت لكم البنات واحد الساعه ولا ساعه و10 دقائق هكاك. دوك نزيد نكونفيرمي لكم لوغ. هاهو البنات كيما راكم تشوفو هاهو. دوك نغطيه بالبابي بالبلاستيك أليمونتيغ البلاستيك الغذائي
ونخلي كيما قلت لكم واحد جوج سوايع ولا ثلاثه ونرجع معكم. البنات غادي نقلع على الفيلم اليمونتير هذا. هنايا راه فات 3 سوايع البنات، وهنايا دايره لها هكا متبلاته. ها هو هنايا غادي ندخله الفرن حامي، غادي ندخله كيما قلت لكم. انا قلت لكم نخليه نورمالمون ساعه ونزيد نشوف شحال اكزاكتومون يشد لي الطياب. خليكم على فيديو دوك نرجع لكم. اي فوالا البنات كيما راكم تشوفوا، ها هو الكتف تاعي كيما نقولوا ولا الطابق، ها هو وجد معايا. ديكوريته شويه، ديكوريته بشويه تاع مخللات، زروديه، كورنيشون، زيتون، الحار، مرقد كيما راكم تشوفوا البنات. هنايا بالنسبه للاصوص، هنايا خرجت لي بزاف لاصوص، راني درتها في ان بول واحد اخر وحده، اللي بغى يدير زعما يسقي ولا، واللي ما بغاش لاصوص تجيه ما يديرش البصله، باسكو البصله هي اللي تخلي البويون يجي في التحمار. كي تكوني تحمري بغيتي تيفيتي البويون ما ديريش البصل. البصل سمحوا لي البنات الضو شويه ما راهش يبان. اي فوالا البنات نخلي لكم، خليت لكم لهنا فرجه ممتعه، تهلاو في رواحكم والعقوبه العام الجاي ان شاء الله باذن الله.